أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات وذلك لعذر الدراسة وعدم التمكن من الصلاة في كل صلاة في وقتها؟ لا يجوز لك الجمع بين الصلاة من أجل الدراسة، تخرج وتصلي، والصلاة ما تأخذ منك وقت، أو تنحى بناحية الغرفة أو بناحية الصالة وتصلي ولا تأخذ منك وقت، ترجع للدرس، صلي الصلاة في وقتها ولو في ناحية الصالة، صالة الدراسة أو غرفة الدراسة. نعم، افرض إن حدث لك عذر، حدث لك حاجة تخرج إلى دورة المياه، أنت بتخرج في الدرس، تخرج في الدرس، الصلاة أو لا، تخرج وتصلي وترجع. نعم.